نهائي بطولة كأس العالم للسيدات أعزائي المشاهدين دبي 2018 بين اللاعبة الفرنسية لورنس إيبي واللاعبة الصينية يون سونغ، ويدير المباراة الحكم الدولي في من جنوب أفريقيا وأيضا الحكم الدولي من البرازيل. تفضل تنطلق المباراة كما يعلن المذيع الداخلي السيد محمد أشرف. وهذه لقطات لبعض اللاعبات أو الفريق الصيني الذي شارك معنا أعزائي المشاهدين، وقد تابعنا مع حضراتكم منذ قليل المباراة قبل النهائية والتي حققت فيها اللاعبة الفرنسية لورنس إيبي الفوز على اللاعبة الروسية كالوبوفا بنتيجة 15-12. وسوف نستعرض مع حضراتكم الآن المباراة النهائية بين كلتا اللاعبتين.